انا اول ما اقول لك هنتمرن كتف لازم تركز معايا، تعالى افكر لك. اول حاجه وانت فريش كده خمس مجاميع على جهاز الفراشه كتف خلفي وتتدرج في الاوزان. يلا بينا. بريس جانبي، شوف لك جهاز بقى عندك في الجيم علشان هنتمرن بوزن تقيل اربع مجاميع، مفيش هزار خلاص. اربع مجاميع رفرفه جانبي في 12 عده، ما يقلوش عده، واخر مجموعه دروب سات. اللي بعده امامي على الكيبل قبضه مقلوبه، وخليك فنان. خلص تمرينة الكتف زي انا ما بتمرن كده بالظبط.